السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ معكم قناة PS4 Idea. وفكرة انك تلعب العاب PS4 المثبتة عندك على USB او على هارد ديسك خارجي، بحيث انك توفر مساحة الجهاز الداخلي وبنفس الوقت تقدر تلعب هاي اللعبة على جهاز PS4 الخاص فيك. فان شاء الله هاي الفكرة اللي حنطبقها اليوم، ورح نتطرق لثلاث نقاط يا شباب. النقطة الاولى، كيف ناخذ اي لعبه موجوده عندك على جهاز PS4 وننقلها على هارد ديسك خارجي او USB. النقطه الثانيه، كيف اخذ اللعبه اللي نسختها على هارد ديسك خارجي واثبتها على جهاز PS4 ثاني. والنقطه الثالثه، كيف ارجع اللعبه على جهاز PS4 عندي. خلاص، في حال انت ما بدك اللعبه على الهارد ديسك الخارجي، كيف ترجع وتثبتها على جهاز PS4 اللي عندك. فخلينا ننتقل على جهاز البي سي. في البداية يا شباب، راح نحتاج ملف الأوامر الخاص بالاب تو يو اس بي اللي راح يساعدني على تحديد الألعاب اللي بدي أنقلها على الهارد ديسك الخارج. راح نوصل الهارد ديسك أو اليو اس بي اللي بدنا ننقل عليها اللعبة بجهاز البي سي، نتجه على بي سي، وطبعا لازم نفرمتها بصيغة الاي اكس فات زي ما انتم شايفين يا شباب، وبتفرمتها. وطبعا كون متأكد يا شباب انه الهارد ديسك الخارجي اللي بدك تسحب عليه الالعاب يكون فيه مساحة كافية للالعاب اللي بدك تنسخها عليه. فندخل على الهارد ديسك او على اليو اس بي وكليك يمين نيو فولدر، وتسمي النيو فولدر بي بي اس 4 كابيتال بهذا الشكل. ندخل على البي اس 4 الكابيتال، ومن ثم نجيب ملف الاوامر الخاص باليو اس بي او الاب تو يو اس بي وننسخه داخل بي اس 4 او مجلد البي اس 4. تمام، ندخل على ملف الاوامر. طبعا شباب انت ما بتحتاج تغير ولا اشي من هاي الاوامر، لكن خليني احكي لكم شو هاي الاوامر بالتحديد ولا ايش بستخدموها. الامر الموجود هون يا شباب اللي هو الخاص بيو اس بي 0، فاذا انت كنت متصل او شابك هاردين اثنين، واحد من يو اس بي 0 وواحد ليو اس بي 1، فانت من هون تقدر تحدد له على اي هارد بدك تنقل، هل هو المتصل باليو اس بي 0 او المتصل باليو اس بي 1. تقدر فقط تغير الصفر الى واحد او ترجعها صفر. ما بنصحك تلعب فيها، اتركها زي ما هي واشبك هارد ديسك واحد. تشيك يو اس بي، هون لازم تمسح الدبل سلاش حتى انه نعطل هذا الامر. طبعا تشيك يو اس بي يا شباب هو انه يتاكد من مساحه اليو اس بي او مساحه الهارد درايف انها بتسع اللعبه اللي بدك تنقل عليها ولا لا، فما في داعي لهذا الامر. فكل اللي عليك انك تمسح الدبل سلاش بهذا الشكل، هيك انتلغى الامر. اللي بعده يا شباب اللي هو الخاص بالاب، واللي هو راح ينسخ لي اللعبه اللي اصدارها واحد. اذا ما بدك تنسخ اللعبه، فقط بدك التحديث او الدي ال سي، بنفس الطريقه امسح الدبل سلاش الموجود هون. الخيار اللي بعده الميته، اذا ما بدك الاب تو يو اس بي ينسخ لك الصور اللي هي الايكون 0 والبيكتشر 0 للتطبيق او للباكج، ايضا شيل الدبل سلاش الموجوده هون. نفس الشيء الابديت يا شباب، اذا ما بدك تنسخ ملف الابديت بس بدك باكج اللعبة اللي اصداره واحد، امسح الدبل سلاش اللي هون. طبعا بما انك انت مخلي الدبل سلاش يعني هيك الامر فعال. وايضا الموضوع بنطبق على الدي ال سي نفس الاشي، اذا بدك الدي ال سي خلي الدبل سلاش، ما بدك اياها شيل الدبل سلاش من هون. نيجي على الامر الاخير وهذا اهم امر يا شباب الموجود هون، واللي هو مود اندرسكور موف. انتبه لهاي النقطة كثير. إذا تركت الدبل سلاش موجودة وكتبت هنا التايتل اي دي للألعاب، فكل اللي راح يعمله الاب تو يو اس بي راح ينقل كل الألعاب اللي عندك على جهاز البي اس 4 على الهارد ديسك الخارجي، ويتجاهل الألعاب اللي كتبت التايتل اي دي تبعها هون في حال تركت الدبل سلاش. في حال مسحت الدبل سلاش من هون، راح تصير العملية عكسية، راح يتجاهل كل الألعاب الموجودة عندك على الجهاز وفقط ينسخ الألعاب
اللي كتبت التايتل اي دي تبعها هون، فانتبه شو بدك تنسخ. تمام، اذا تركت الدبل سلاش راح ينسخ كل الالعاب ما عدا اللي بتكتبهن هون، واذا ما كتبت ولا تايتل اي دي هون راح ينسخ جميع العاب جهازك على الهارد الخارجي، طبعا اذا كان في مساحة. واذا مسحنا الدبل سلاش من هون فراح يتجاهل كل الالعاب اللي عندك، وفقط راح ينسخ اللي كتبت التايتل اي دي تبعهن هون. فان شاء الله ان هالفكرة تكون، وحتى نعرف التايتل اي دي للالعاب اللي بدنا ننسخها على هارد ديسك خارجي، فالموضوع جدا سهل. فعل البن لودر، ومن ثم نتجه على المتصفح على صفحة الهوست اللي عندنا، ونفعل طبعا الاوربس تول بوكس بهذا الشكل. نطلع نتجه على الاعدادات، نروح على اوربس تول بوكس، وننزل اوربس تول بوكس سيتنج، نفعل الخيار الاول شو تايتل اي دي، وطبعا راح تظهر معاك جميع التايتل اي دي للالعاب اللي بدك اياها، تاخذها وبتكتبها داخل ملف الاوامر. انا راح انقل لعبتين اليوم ان شاء الله، لعبة كراش باش والتايتل اي دي تبعها موجود فوق، وايضا لعبة ماينكرافت وايضا التايتل اي دي تبعها موجود. فخليني اجيب التايتل اي دي للالعاب اللي بدي اياهن. تمام، هذا التايتل اي دي للعبة كراش، بعمل كوبي وباجي عند اول تايتل اي دي هون يا شباب، وبعمل بيست، وباجي عند التايتل اي دي تبع ماينكرافت بنفس الطريقة، كوبي بيست. واذا ايضا بدك لعبة ثالثة بتحطها تحتها، لعبة رابعة تحتها بنفس الطريقة. طبعا انا ما بدي غير اللعبة هاي، فراح امسح الخيار الثالث. وطبعا يا شباب بما انه انا ما بدي الا انسخ هذول اللعبتين على هارد خارجي، فراح اشيل الدبل سلاش من هون، هيك راح يتجاهل جميع الالعاب اللي موجودة على جهاز البي اس 4، وفقط ينسخ لي لعبة كراش باش ولعبة ماينكرافت للالعاب اللي كتبت التايتل اي دي تبعهن هون. فكل عليك انك تعمل السيف من هون بهذا الشكل، نطلع سكر هون ايضا، وكل علينا يا شباب نسحب الفلاش ونتجه على جهاز البي اس 4. على جهاز البي اس 4 يا شباب نتجه على صفحة الهوست اللي عندنا، وراح تفعل خيار اسمه اب تو يو اس بي، موجود بجميع صفحات الهوست وموجود بجميع الاصدارات من 5.05 وحتى الاصدار 9. فكل عليك تضغط عليه اكس وننتظر شوية شباب. طبعا رسائل الورنينج يا شباب اللي بتيجي عادي جدا. طبعا حاليا بلش نقل بلعبة ماينكرافت زي ما انتم شايفين، و المدة اللي باخذها حتى ينقل لعبة بيعتمد على حجم اللعبة يا شباب، يعني كل ما كانت اللعبة اكبر بالحجم كانت المدة اطول. زي ما انتم شايفين يا شباب كل شوي بيجي وبيعطيني نسبة النسخ قديش صارت من 100. تمام يا شباب، هيك خلص لعبة ماينكرافت، وحاليا قاعد بنسخ باللعبة الثانية وهي لعبة كراش باش.
moving update to USB طبعا لانه ماينكرافت مثبت عليها update فراح ينسخ الابديت كمان على اليو اس بي. تمام يا شباب و complete. هيك خلص نقل ماينكرافت والابديت تبعها ولعبة كراش باش على اليو اس بي الخارجي. فنرجع لقائمة الالعاب وخليني اجرب اسحب اليو اس بي من جهاز البي اس 4 بهذا الشكل ونشغل ماينكرافت. تعذر بدء التطبيق لانه نقل اللعبة والابديت تبعها على الفلاش يو اس بي، ولو شفنا المعلومات راح تلاقي حجمها كله على بعضه 279 ميجا بايت، مع العلم انها حجم اللعبة مع التحديث هو 4 جيجا بايت. وايضا لو رحنا على كراش باش نفس الاشي بعطيني خطأ. طيب خلينا نجرب ارجع اليو اس بي. ونشغل اشتغلت بعد ما رجعت اليو اس بي، فاللعبة ومعلوماتها كلها صارت موجودة على اليو اس بي الخارجي. لو شفنا حجم اللعبة واحنا شابكين اليو اس بي، حجم اللعبة 4 جيجا بايت، بس نسحب اليو اس بي يظل تقريبا 279 جيجا بايت. وايضا كراش باش حجم اللعبة 101 ميجا، ولو شلت اليو اس بي راح يصير عندي 3 ميجا فقط. هو كاش مؤقت للصور الالعاب، ولكن الالعاب وتحديثاتها كلها صارت موجودة على اليو اس بي الخارجي. فهاي النقطة الاولى يا شباب، واللي هي كيف تأخذ اي لعبة من جهاز البي اس 4 على هارد ديسك خارجي. النقطة الثانية يا شباب، كيف نأخذ الالعاب اللي اخذناها على هارد ديسك خارجي ونثبتها على جهاز بي اس 4 ثاني. والموضوع جدا بسيط، فكل عليك انك تثبت على الجهاز برنامج PS4 Explorer على الجهاز اللي بدك تنسخ عليه الالعاب، وتدخل على البرنامج وتشبك الهارد ديسك او اليو اس بي اللي اخذت عليه الالعاب. تمام يا شباب، ومن ثم تضغط سهم على اليسار مباشرة راح ينقلك على الهارد ديسك. تدخل على PS4 المجلد اللي عملناه. طبعا هون راح تلاقي مجموعة او كل التايتل اي دي للالعاب اللي عندي هو سحبها، لكن فارغة ما فيها اشي، فقط الموجود فيها هي لعبة كراش باش وايضا لعبة ماينكرافت. هاي هي فقط، وباقي الالعاب كلها مجلدات فاضية فبتقدر تمسحها يا شباب. طبعا بكل بساطة بتيجي على الباكج اللي بدك اياه اكس وتضغط اكس مرة ثانية مباشرة ببلش تثبيت على جهاز البي. والنقطة الثالثة يا شباب، كيف ارجع واثبت الباكيجات اللي اخذتها على التخزين الخارجي ارجعها على جهاز البي اس 4 اللي عندي. طبعا التخزين الخارجي اللي اخذت عليه العاب بقدر استفيد من المساحة اللي ظلت فيه بحيث اني اثبت منه باكيجات، حتى لو موجود عليه العاب ايضا بقدر اثبت منه باكيجات. فنروح على البي سي ونوصل اليو اس بي او الهارد الخارجي عندنا. لو تلاحظوا شباب ندخل على بي اس 4، طبعا انا مسحت المجلدات الفارغة، ظل عندي بس كراش باش وماينكرافت، وهون هو ملف الابديت الخاص بماينكرافت اللي نقلناه. فبتقدر تسحب باكيجات لهون، تجيب اي بدك اياه لهون تسحبه على سطح الهارد وتروح تثبته من الباكج انستولر بكل بساطة، يعني ما بتروح عليك المساحة الموجودة
على الهارد ديسك. فحتى ارجع مثلا لعبه انا اخذتها تخزين خارجي، فكل علي مثلا ارجع على ماينكرافت واخذ الباكج كات، نطلع برا ونعمل له على البي اس 4 كابيتال، وبتعمل له هون بيست، وايضا بترجع على بي اس 4 نرجع على ابديت، وايضا ناخذ الابديت كات، وايضا نعمل هون او عفوا شلون نعمل له هون بيست. خلاص مثلا انا بدي ماينكرافت فقط، افتح ملف البي اس 4 كامل ما بدك اياه، ونرجع لجهاز البي اس 4 وطبعا نمسح ماينكرافت، انا حاليا ما بتشتغل. وكل عليك يا شباب توصل اليو اس بي بجهاز البي اس 4، ندخل عليه وراح تلاقي ماينكرافت والتحديث تبعها موجود، وكل عليك تضغط انستول اول، وهيك برجع يثبت لي الباكج مرة ثانية على جهاز البي اس 4 اللي هو نفسه اللي استخرجته على هارد خارجي، بقدر ارجع اثبته بهاي الطريقة. فهاي الثلاث نقاط يا شباب بقدر استخدمها من payload الاب to USB، اخذ لعبة على تخزين خارجي، انسخ اللعبة اللي اخذتها على جهاز PS4 ثاني، وارجع الباكج على جهاز الـ PS4. ان شاء الله انه يحل مشكلة الـ Easy Package Extractor. سلام عليكم.